اسمي ليس بورسن أخت كرم بورسن بعمل فقرة أسئلة في حسابها على الإنستغرام، ومن بين الأسئلة المطروحة عليها جاء سؤال وهو: لماذا لم تذهبي لجزر المالديف؟ يقصد مع هاندا وكرم. وهكذا كان جواب ميليس. This question is so funny. Why didn't I go to the Maldives? I wasn't invited. Trust me, I'm still bitter about that one. يذكر أن في الوقت الذي ذهبا به هاندا وكرم إلى جزر المالديف مع أختها وزوج أختها، وهو في الشهر الرابع من هذه السنة، قامت ميليس بنشر هذا الستوري وعلقت فيه كاتبة: عندما يذهب كرم إلى جزر المالديف وأنت عالق في منزلك، أوه إنها بصدد أن تثلج أيضا. يذكر أن ميليس تعيش في كندا مع زوجها المصري الأصل وابنها تيو. They're both Geminis. They are born one day apart. My husband is the third, Kerem is the fourth. So you can imagine they get along very well.